واصلت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعاتهما المشتركة لمناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه. وخلال الاجتماع تم مناقشة ملاحظات السلطة التشريعية حول المبادئ الأساسية العامة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه، كما تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة توجيه الدعم الحكومي بما يسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية واستمرار استفادة الأسر البحرينية منه. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى توافقات مشتركة ورؤية موحدة بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وذلك وفق القوانين والأنظمة بما يكفل مصلحة الوطن والمواطنين. عقدنا الاجتماع الثالث المشترك مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لدراسة إعادة توجيه الدعم للمستحقين. اليوم عرضنا رد الحكومة على بعض الأسئلة والاستفسارات اللي قدموها السادة أعضاء اللجنتين من الشورى والنواب، كما تم استعراض ملاحظات اللجنتين أمام الاجتماع المشترك بالنسبة للمبادئ الأساسية. تقريبا هناك توافق كبير على المبادئ الأساسية، ولكن استجدت بعض الملاحظات والتعديلات من السادة أعضاء اللجنتين من الشورى والنواب، بتكون محل دراسة من الجانب الحكومي وإن شاء الله نرد عليهم خلال الأيام القادمة بإذن الله. اجتماعنا اليوم هو الاجتماع الثالث مع الحكومة المقرة، وطبعا احنا استمرينا في مناقشة المبادئ الأساسية اللي عرضتها الحكومة. قدمنا وجهة نظرنا كفريق تشريعي لوجهات النظر متعلقة يعني المبادئ الأساسية. وطبعا مثل ما تعرفون هذه المبادئ هي قديمة، صار لها أكثر من فصل تشريع، أكثر من 5 سنوات حاليا، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تحديث وفي نفس الوقت مراعاة المستجدات في بالنسبة للوضع المعيشي. وأيضا أضفنا بند إضافي إلى هذه المبادئ، وأعتقد الحكومة أخذت على عاتقها إعادة دراسة هذه اللي قدمناها اليوم والرجوع لنا في فترة لا تقل عن أسبوعين.